باش تدي لقب ولا باش توصل للميداليه خص اولا تهتم بالدفاع هو الاول، عاد تشوف وسط الميدان، عاد تشوف الهجوم. كما تبعنا جميعا كان الامل ديالنا كبيره في المنتخب الاولمبي انه يحرز على ميداليه، ونظرا للامكانيات الهائله للاعبين اللي كتوفروا عليها، رغم انه على ما يبدو التهيئ ديال المنتخب ما كانش في المستوى، تغيير المدرب في اخر لحظه، غياب بعض اللاعبين الاساسيين خصوصا في الدفاع في اخر لحظه. منتخب مغربي في العقبه في مستوى جيد في المقابله الاولى ديال الارجنتين وكان حاسم، ولكن في المقابله الثانيه بان انه عنده بزاف ديال النقائص سورتو على الجانب الدفاعي، في مشاكل كثيره. وبالنسبه لي انا تيبان لي حتى اللمسه ديال المدرب ما كايناش بالنسبه للمنتخب المغربي. المقابله ديال كونترا اوكرانيا كان اللاعبين شويه انانيين صراحه، كيلعبوا الكره مزيان، كيدخلوا حتى المربع العمليات، ولكن باش يستغلوا فرص ما كيستغلوهمش صراحه. كان واحد الارتخاء في المقابله الثانيه، الشيء الذي ادى الى هزيمه غير متوقعه، وهزيمه بين قوسين ديال الشمته، لان كنا خصوصا في الشوط الثاني سيطرنا طولا وعرضا، ولكن اخطاء ساذجه خصوصا في على مستوى الدفاع. كنظن انه كان مشكل ديال المدرب، وكان مشكل ديال التغييرات هو اللي كان يعني باش فرطنا في هذيك المقابله وفي هذاك اللقاء. هذا كيخلينا نقولوا بانه باش تدي لقب ولا باش توصل للميداليه خص اولا تهتم بالدفاع هو الاول، عاد تشوف وسط الميدان، عاد تشوف الهجوم. مقابله العراق غتكون صعيبه، لان المنتخب العراقي منتخب صعيب وكيلعب على المرتدات، وفي نفس الوقت هو في امس الحاجه باش يربح النقاط، اذا دونك المجموعه شي شويه ولات على الميحك، دونك المقابله غادي تكون صعيبه وصعيبه بزاف، يعني غتلعب على لي بتي ديتاي. المغرب مع العراق كنتوقع انه المغرب غير ربح بطبيعه الحال، ما لعبش عاوتاني سيزولي، وكنتمناو انه من المنتخب انه يدير شي مجهود وتكون شي نتيجه مزيانه. كنتمناو المنتخب يلعبوا مقابله جيده، وكنتمناو يربحوا، لان العراق حتى هي فرقه منتخب قوي، ما عندهم الدراري المستوى توقع، ان شاء الله كنتمنى 2-0 ان شاء الله، لان صراحه منتخب عندنا منتخب زوين. كنتمناو لهم التوفيق وان شاء الله ينتصروا ويجيبوا يعني ميداليه ذهبيه ان شاء الله بكل فخر، وديما مغرب. نتمنوا ان شاء الله انه نخرجوا من الحسابات في المقابله ديال غدا، ونحقوا التاهل، وان شاء الله الى حقنا التاهل راه غادي نجيبوا ميداليه.